مهم جدا كمان اتكلم على مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2007، المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل لا شيء، واللي اتلعبت على ملعب نادي الزمالك في 100 عقبه. تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع معايا عبر التليفون الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي كان حاضر وشاف بنفسه بقى هذه المباراه الكبيره والسيمفونيه الرائعه من اشبال الاهلي بالفوز على الزمالك برباعيه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا مش هسال، عيش انت الناس بقى في الحدث وعرفنا المباراه دي اتلعبت ازاي وازاي الاهلي قدر يكسب اربعه اهداف مقابل لا شيء على ملعب نادي الزمالك لفريق مواليد 2007 يعني تحت 15 سنه. يعني خليني اقول لك يا محمد ان المباراه كانت في الجوله ال 15 لبطوله الجمهوريه تحت 15 سنه ما بين الاهلي والزمالك في ملعب النادي الزمالك بمية عقبه. النادي الاهلي بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن اسامه زكي، نادي الزمالك بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن محمد احمد وهبه. طبعا النادي الاهلي دخل اللقاء يا محمد وهو بيتصدر المسابقه برصيد 32 نقطه، نادي الزمالك كان في المركز الخامس برصيد 26 نقطه. كابتن اسامه زكي يعني دخل اللقاء بتشكيل مكون من اياد تامر في حراسه المرمى، كان قدامه اثنين مساكين محمد السيد واياد مدحت، على يمينهم كان محمد عاطف وعلى شمالهم مازن هاني، اثنين في نص الملعب كان حازم عاشور ومحمد رافت، قدامهم ثلاثه عمر فتحي ومحمد عبد الفتاح فاحه واحمد الشيخ، وراس حربه او نجم اللقاء مصطفى باجت. انطلق المباراه محمد في توقيتها كان بمقام في التوقيت الساعه 11، يعني في اول 40 ثانيه النادي الاهلي كان نادي الزمالك يعني ضربه المياه مع نادي الزمالك. طبقا لتعليمات الجهاز الفني النادي الاهلي بيعمل ضغط عالي على الفريق من بدري، فضغط لعيبه النادي الاهلي قدروا يستخلصوا الكوره من لعيبه نادي الزمالك، راح انفراد مصطفى باجت بحارس مرمى نادي الزمالك الحارس ياسين ايمن ووضع الهدف الاول للنادي الاهلي في الثانيه 40، يعني اول دقيقه من احداث اللقاء يا محمد. سريعا يا فاروق بس سريعا، ثم كان الهدف الثاني في الدقيقه ال 20 من شوط اللقاء الاول، لعبت في الجانب الايمن لقى لمصطفى باجت الحارس الزمالك متقدم، قام حاططها لوب من فوق الحارس سكنت الشباك حارس نادي الزمالك. ثم مع نزوله في الدقيقه 66 من شوط اللقاء كان الشوط الاول انتهى بنتيجه 2-0، في الشوط الثاني عمل الكابتن اسامه زكي تبديلات، لعب زيدان ناجح مع اول لمسه ليه تصويبه من خارج ال 18 اسكنها شباك نادي الزمالك. ثم في الدقيقة 75 أحرز نجم اللقاء اللاعب مصطفى باجت الهدف الثالث ليه والهدف الرابع للنادي الأهلي عشان تنتهي المباراة بنتيجة 4-0 للنادي الأهلي. مع انتهاء المباراة محمد النادي الأهلي ظل في الصدارة برصيد 35 نقطة، نادي الزمالك نزل من المركز الخامس للمركز السابع برصيد 26 نقطة ولا زال النادي الأهلي على الصدارة. طبعا برضه محمد يعني في سياق الاحداث النهارده فريق 2008 في النادي الاهلي كان بيلاقي فريق المقاولون العرب يعني في تمام الساعه الثانيه والنصف، قدر برضه ان هو يفوز بنفس النتيجه 4-0 على نادي المقاولون العرب عشان ايضا يستمر في صداره بطوله الجمهوريه مواليد 2008. سريعا يا فاروق، المباراه باين كده من كلامك انها كان وان سايد جيم. بص يا محمد يعني طبيعي عشان ما يبقاش بنبالغ في الامر، طبيعي النهارده المباراه يعني تنتهي بفوز اكثر من 8 اهداف للنادي الاهلي، ضيع اهداف كتير جدا. النادي الاهلي في شوط اللقاء الاول النتيجه الطبيعيه في شوط اللقاء الاول تنتهي بخمس اهداف للنادي الاهلي، تعرف فوز بهدفين في السن دوت اللعيبه اطمنت للقاء شويه، لكن الكابتن خالد بيبو وجوده كان محفز كبير جدا للاعبين النهارده، يعني كان حريص ان هو يكون موجود في الملعب. لكن تقدر تقول يا محمد النتيجه النهارده للمباراه كان ممكن تبقى اكثر من 8 او 9 اهداف للنادي الاهلي. زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي كان حاضر النهاردة مباراة الأشبال والناشئين تحت 15 سنة مواليد 2007 الأهلي والزمالك وفوز الأهلي برباعية في ملعب الزمالك في 100 عقبة. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وآخر فقرة معانا فقرة آراء الجماهير على أفضل مباراة للأهلي في 2021.